مساء الخير. الاكسبيرمنت بتاعت الاي سي سيركت فيها في الاول ازاي نستعمل المالتي ميتر. مالتي ميتر معناه انه جهاز بيقيس كذا قياس. مالتي معناها عده او كذا كذا حاجه. اول حاجه بيقيس هنا الفولتج وجنبه علامه الموجه او علامه الويف، ده يبقى فولتج اي سي، يبقى فولتميتر اي سي لو انا حطيته في المنطقه دي. في المنطقه دي عندي علامه الفولت وجنبها شرطتين، فده اسمه الفولتج الدي سي او الجهد الثابت. في المنطقه دي الجهاز ده المالتي ميتر يشتغل اوم ميتر، يقيس مقاومه. في الجزء الاولاني في التجربه دي انا هدفي ان انا اقيس مقاومه مجهوله بتساوي كام، وفي اللي بعد كده في الجزء الثاني والثالث هقيس الكاباستور ده قيمته كام، والانترنال ريزيستنس او المقاومه الداخليه كام، الاندكتنس او الحث بتاع الملف ده ال بيساوي كام، والمقاومه الداخليه بتاعته ار بتساوي كام. المقاومات الثلاثه اللي موجوده وحدتها اوم، ار دي وحدتها اوم، المقاومه الداخليه او الانترنال ريزيستنس بتاعت الكاباستور وحدتها اوم، المقاومه الداخليه او الانترنال ريزيستنس بتاعت الملف وحدتها اوم. اليونت بتاعه الكاباستنس فراد اف، واليونت بتاعه الاندكتنس هنري اتش. طيب الكومبوننتس دي الار والال والسي هما راكبين تحت اللوحه البيضاء دي، احنا مش شايفينهم، احنا بنتعامل مع الاطراف بتاعتهم في الفتحات دي بس. طيب اقيس المقاومه ازاي؟ باخد طرفين المالتي ميتر ده، اخد الطرف دايما الكومن دايما معايا في اي قياس، الطرف ده الالوان بتاعت الاسلاك لا تعني اي شيء، مش مهم خالص يعني استعمل الوان اسلاك اي حاجه، واخد الطرف ده اللي مرسوم عليه فولت واوم. كده معناه انه الانبوت ده او المدخل ده للجهاز بستعمله في قرايات الفولت والاوم. لو استعملته اميتر بقيس حاجه في الرينج بتاع الملي امبير، بستعمل المدخل ده او الانبوت ده. لو بقيس كارنت اكبر في الرينج بتاع 10 امبير هستعمل الانبوت ده. هاخد الطرفين اي واحد في اي طرف من طرفين المقاومه مش فارقه، وبعدين عايز اشغل المالتيميتر بتاعي اميتر، اشغله عفوا اوميتر. الاوميتر عندي فيه كذا سكيل، اصغر سكيل ان انا احط البوينتر ده على 200، 200 معناها ان الماكسيمم ريزيستنس اللي ممكن يقراها 200 اومز او 200 اوم. لما انا ابتديت بالسكيل الصغير ال 200 ده، القرايه اللي طلعت لي بتقول هنا ده معنى الكلام ده انه مش قادر يقرا، الرمز ده معناه انه مش قادر يقرا لانه المقاومه بتاعتي اكبر من الرينج ده اللي هو 200 اوم. اغير البوينتر على 2 كيلو فهو قرا كام؟ 0.472 يعني فاصله 472 كيلو اوم، الكيلو ده يعني 1000، فالمقاومه دي في الاخر 0.472 تايمز 1000 تطلع 472 او 471 اوم. يعني المقاومه اللي قريتها هنا دلوقتي 471 اوم. ال 2 كيلو قرت لي لان المقاومه اقل من 2 كيلو، طيب هل ال 20 كيلو تقرا؟ ال 20 كيلو هتقرا، ولكن المشكله دلوقتي انه ال 20 كيلو عملت ابروكسيميشن في ديسيمال بليس مكان عشري هنا طار. لو رحت لل 200 كيلو هتقرا برضو مش هتقول لا، لكن عملت ابروكسيميشن كمان، عملت تقريب بقت بتقرا 0.5 في كيلو اوم يعني 500 بدل 471. فاحنا هنلاقي ان انا كل ما بعلى بالرينج بيحصل ابروكسيميشن اكتر. لو رحت الرينج بعد كده 2 ميجا يعني ده ممكن يقرا لحد 2 ميجا او 2 مليون اوم، ده بقى هيشوف المقاومه الصغيره بتاعتي دي صفر. فعشان كده دايما في اي قياس لما يكون عندي كذا سكيل ببتدي من اصغر سكيل، لان هو ده هيدي لي اكبر دقه او احسن اكيورسي في القرايه. كده انا حددت المقاومه في اول جزء. الاجزاء اللي بعد كده هشتغل بالجهاز ده فولتميتر، فولتميتر اي سي، يبقى انا هروح للمنطقه بتاعت الاي سي فولتج وابتدي باصغر فولت موجود اللي هو 200 ملي فولت، كويس كده. وبعدين هوصل الباور سبلاي قبل ما اشغله اخليه مطفي، اتاكد انه مطفي، واخد الطرفين بتوعه في الطرفين المدخل او الانبوت بتاع العلبه دي. برضو الالوان بتاعت الاسلاك لا تعني اي شيء، مش مهم مين راكب فين. وبعدين اخر حاجه دايما ان انا اوصل الباور سبلاي. شغلنا الباور سبلاي، فارق جهد بيتقري كام؟ صفر. وبعد كده ابتدى يقرا شويه كلام فارغ، الكلام اللي عمال بيتغير بسرعه ده وهينزل، هينزل لحد ما يوصل لصفر يعني. القرايه دي عند السكيل بتاع 200 ملي فولت، 200 ملي فولت ده رقم صغير جدا. فالقرايه اللي بتتقري هنا دي قرايه نويز. يعني ايه نويز؟ نويز اللي هي بالعربي يعني ازعاج، او بمعنى اخر ان وونتد سيجنال، او اشاره غير مرغوب فيها. الاسلاك دي بتلقط اي اشاره معديه جنبها في الرينج الصغير اللي هو بالملي فولت او بالمايكرو فولت، زي الانتنه، زي فكره الاريال. فاللي بيتقري هنا حقيقه ده النويز، دي هتلاقيها ارقام ما بتثبتش وقرايات مالهاش معنى. لو رحنا للسكيل 2 فولت ما قراش، لو رحنا للسكيل بتاع 20 فولت هلاقيه بيقرا قرايه الى حد اكبر كثيرا، قرايه ستيبل.
فهلاقي هنا القرايه بتاعه فرق الجهد هنا 13.33 او 3.2 فولت، اللي هي بتمثل فرق الجهد ما بين النقطتين دول، النقطه دي والنقطه دي في التوصيل. هو انا كان لازم قبل ما اشتغل اوصل، هي مش هتفرق هنا في الجزء الاولاني او في اول قرايه، لكن لازم اوصل طبعا البريدج دي اللي بتوصل الار مع السي. هو في الاول ما تفرقش وصلت البريدج او ما وصلتش، لان انت لما بتاخد الطرفين بتوع توصيل الفولتميتر هنا، معنى كده ان انت بتاخد فرق الجهد اللي موجود ده وده، اللي هم الطرفين بتوع المصدر. الخط الاسود ده معناه ايه؟ معناه انه النقطه دي واصله بالنقطه دي، والخط الاسود ده معناه ان النقطه دي واصله بالنقطه دي. فانت فرق الجهد او البوتنشال ديفرنس اللي بيتقري لما بتحط السلكه دي هنا والسلكه دي هنا، هو فرق الجهد اللي هو الطرفين دول، اللي هو فرق الجهد اللي جاي من المصدر. فمش مهم اذا كنت انت مركب البريدج دي في الاول ولا لا، لكن هي هتفرق طبعا لما اجي بعد كده اخد القرايات اللي بعد كده. القرايات الثانيه هي مين؟ هي فرق الجهد اللي على المقاومه بس. كده انا بعرف فرق الجهد اللي على المقاومه فقط، يطلع 6.8. وعايز لو فرق جهد على المكثف بمقاومته الداخليه، المكثف والمقاومه الداخليه بتاعته الاثنين جسم واحد، فبالتالي ما اقدرش افصلهم عن بعض. يعني لما بقرا جهد المكثف بقرب المقاومه الداخليه بتاعته بالانترنال ريزيستنس، واسجل القرايه بتاعتي. دي القرايات اللي بحتاجها في الجزء الثاني. في الجزء الثالث بكرر زي الجزء الثاني، بس بوصل الار مع ال، واخد فرق جهد التوتال بتاع المصدر، وعشان كده هيطلع هو هو زي الجهد اللي قريته بتاع المصدر في الجزء الثاني. يعني لما اخد ده احطه هنا هيقرا لي برده نفس اللي انا قريته من شويه، اللي هو جهد المصدر. ده ملوش دعوه بقى انا مركب ايه، مركب ار وسي ولا ار وال، مش فارقه، 13.3 كويس كده. لكن لما اجي بقى اقرا جهد الريزيستنس المره دي هيختلف. ليه؟ لان الريزيستنس لما يكون راكب معاها ملف غير الريزيستنس لما يكون راكب معاها كاباستور. توزيعه الجهد اللي جاي من المصدر على الاثنين اليمنتس بتختلف، يعني الجهد بتاع المصدر بتوزع على حاجتين راكبين معاه، مره مع الار والسي فالار تاخد شويه والسي شويه، مره مع الار والال فالار تاخد شويه والال شويه. في الحالتين الار بتاخد جهدين غير بعض حسب السي اللي جنبها والال اللي جنبها. فالفي ار في الجزء الثاني غير الفي ار في الجزء الثالث، ما لهمش دعوه ببعض. وبعدين هنا فرق جهد على الملف بالمقاومه الداخليه بتاعته. خلصت القرايات بتاعتي، هرسم ازاي؟ هروح لورقه الرسم بقاني واجيب برجل او كومباس، وانا عندي دلوقتي القرايات فيها الجهد بتاع المقاومه، الفي بتاع الريزيستنس، والفي بتاع الكاباسيتور بالمقاومه الداخليه، والفي التوتال. دول الثلاث قرايات اللي هحاول ارسم بيهم حاجه اسمها الفيزر دايجرام، اللي هجيب منه الحاجات المجهوله. ايه الحاجات المجهوله؟ الحاجات المجهوله قيمه الكاباسيتور سي والمقاومه الداخليه بتاعته ار، وده في الجزء الثاني. وفي الجزء الثالث الملف ال الاندكتنس كام والمقاومه الداخليه بتاعته كام. هما دي المجاهيل اللي انا بدور عليها. هرسم ازاي الفيزو دياجرام؟ الفيزو دياجرام درس كبير بيدرس في اخر المحاضرات النظري في الكورس ده. فباختصار كده الفيزو دياجرام انا هرسم، اخد القيمه بتاعت الجهد ده، المفروض انها حاجه بالفولت، وهضربها في مقياس رسم احولها لحاجه بالسنتيمتر. يفضل استعمال مقياس رسم واحد لواحد، السكيل بتاعك 1 سنتيمتر، يعني واحد مربع على الجراف بيبر تاخده بيمثل 1 فولت. فمثلا لو كانت القرايه دي 6.81 مثلا، هاخدها 6.8 لان الواحد ده مش هيبان معايا خالص في الشغل بتاعي، ممكن ابروكسيميتها لل 6.8 ويبقى ده 6.8 سنتيمتر. لو كانت دي مثلا 8 فولت يبقى دي 8 سنتيمتر. لو كانت دي مثلا 13.3 فولت دي هتطلع 13.3 سنتيمتر. نلاحظ ان المجموع بتاع ده زائد ده ما يطلعش ده، لان الثلاثه دول هرسمهم مع بعض مثلث مش مجموع جبري. يعني لو كان ده زائد ده يطلع ده، مش هيطلع المثلث اللي احنا هنرسمه. المثلث احنا هنرسمه هيبقى ده فيه ضلع وده ضلع وده ضلع، واكيد في اي مثلث مجموع ضلعين اكبر من الضلع التالت. فاللي هيحصل كالتالي، انا هرسم الجهد الار على خط افقي، اشوف ده خد معايا 6.8، ادي مربع 2 3 4، مربع 2 3 4 5 6 و8 من 10 لحد هنا. وبعد كده اجيب البرجل واقف هنا واعمل فتحه تساوي في سي ار، واجيب البرجل واقف هنا في الاول واعمل فتحه تساوي في توتال، واروح مكمل بقى المثلث ده. انا برسم مثلث معلوماتي الثلاث اضلاع بتوعه، هيبقى ده بيمثل في سي ار، لازم اكتب الاسم، وده بيمثل في توتال، وده بيمثل في الريزيستنس. دلوقتي عشان اجيب القيم المجهوله اللي هي الانترنال ريزيستنس بتاعه الكاباسيتور وقيمه الكاباسيتنس سي، بروح منزل هنا عمود، نزل رايت على الخط الافقي ده،
الحتة دي هتمثل جهد المقاومة الداخلية بتاعة المكثف، والحتة دي تمثل الجهد بتاع الكاباستور الصافي البيور كاباستنس من غير ما يكون فيه مقاومة داخلية. نلاحظ ان الفي سي ار هو محصلتهم، يعني الفي سي ار كامل لو كنت عملت له ريزولوشن او تحليل لفي ار وفي سي، ويبقى ده الريزلتنت بتاع الاثنين دول، والفي توتال هو الريزلتنت بتاع كل حاجة زي ما كنت بجمع متجهات او فيكتورز يعني. وبعدين في بقى حسبة لطيفة كده انه الريشيو ما بين الفي سمول ار على الفي كابيتال ار هي من قانون اوم هتساوي الكرنت في الريزيستنس الصغيرة على الكرنت في الريزيستنس الكبيرة، لان الدايرة دي متوصلة كلها ان سيريز فالكرنت بيساوي الكرنت، وبالتالي الار دي اللي انا كنت استهبل اميتر في الاول طلعت 471 لو نذكر حاجة زي كده. دي معلومة، دي مجهولة. النسبة ما بين الفي ار والفي ار هي نسبة ما بين الطول ده على الرسمة، شوف ده كم سنتيمتر بالمسطرة وده كم سنتيمتر، والنسبة ما بينهم هي نسبة الفي ار على الفي ار. طيب الكاباستور نفس القصة، الكاباستور الصافي الجهد بتاعه في سي والجهد بتاع الريزيستنس اسمه في ار، ده عبارة عن اي في اكس سي. الكاباستور بنعرف له حاجة اسمها الرياكتنس بتاعته اللي هي الاكس سي اللي هي نسبة الفولت على الكرنت في المكثف زي الريزيستنس كده، وهنا اي في ار، اي مع اي عشان سيريز كونكشن، ده على ده هم نسبتهم كأطوال في الرسمة. برضو أروح هنا أشوف الجهد ده الطول ده كام سنتي والجهد ده كام سنتي، أقسم الطول ده على الطول ده، وهنا الار دي معروفة، من هنا هطلع الاكس سي بيساوي كام، والاكس سي بيساوي 1 على 2 باي في الفريكوانسي في السي. الفريكوانسي اللي هو التردد اللي احنا شغالين بيه 50 هرتز في مصر، وفي أوروبا في أمريكا بيبقى 60 هرتز، ومن هنا نطلع كاباستنس بيساوي كام بالفرد في النهاية. نفس القصة هكررها في الجزء الثالث بقى اللي هو الملف. انا كنت جبت فرق جهد على المقاومة وفرق جهد على الملف بمقاومته الداخلية اللي هو VLR وفرق جهد التوتال. هكرر نفس الكلام بس المثلث بترسم لفوق، وكون المثلث بترسم لتحت او لفوق ده ليه فيزيكال مينينج. هو ما يفرقش لو انت غلطت ورسمت المثلث لفوق او لتحت في القيم، في النتائج النهائية نفس القيم، لكن رسمة المثلث لفوق او لتحت ليها فيزيكال مينينج، هنبقى نعرف في المحاضرات بعد كده في النظري. المهم انا عندي في الجزء ده VLR وفي ار وفي توتال، هرسم بيهم في ريزيستنس افقي زي المره اللي فاتت، بس الفي ال ار بالكومباس بقف هنا وبفتح بالبرجه الفي ال ار كده اهو، في ال بالانترنال ريزيستنس، وبقف من هنا وبفتح هنا في توتال، وبعد كده بروح موصل بجيب في توتال وفي ال ار، واروح منزل عمود زي ما اكون بحلله، يبقى الحته الصغيره دي في ار والحته اللي بالطول دي في ال، وهنا دي اسمها في ريزيستنس، ويبقى في سمول ار على في كابيتال ار دي نسبه موجوده من على الرسمه، خلاص عارف ده على ده، بيساوي الانترنال ريزيستنس بتاعت الملف موجود مقسوم على الريزيستنس الكبيره اللي عندي، من هنا بطلع الانترنال ريزيستنس بتاعت الملف كام الوحده بتاعتها اوم. ونفس القصه في بتاع الكويل اللي هو الجزء الراسي ده مقسوم على الجهد بتاع الريزيستنس، دي نسبه معروفه من على الرسمه بتساوي الاي في الاكس ال على الاي في الريزيستنس، اي مع اي. الاكس ال يمثل الرياكتنس او نسبه الفولتج على الكرنت في الملف، يبقى من هنا بجيب الاكس ال بيساوي كام، لان انا عندي دي من على الرسمه وعندي دي انا هستاهل لوحدها. اكس ال بعد ما بعرفه ده بيساوي 2 في باي في اف اف سي، ده الفريكوانسي سوري اف اف ال، والفريكوانسي ده ب 50، ومن هنا بطلع ال بيساوي كام والوحده بتاعته هنري.